السوق له حوالي بجوز 15 سنة. كان سوق الاثنين، بعدين تحول صار سوق الجمعة. كان سوق العبدلي سوق فظيع. تأخذ سعر والبضاعة رخيصة. يلا بلارتين. الستات بليرة، الستات بليرة، الستات بليرة، الستات بليرة، الستات بليرة، يلا بلارتين، يلا بلارتين. السوق يعني ها كويس، في أوقات العيد بيجي تمام، الحركة يعني بتكون مستمرة، ما مش أيام الجمعة لحال، دائما بتيجي. بس في حال بعد العيد الفترة بين العيدين بنداوم بس أيام الجمعة في سوق العبدلي. سوق الجمعة سوق رائع جدا يعني. في كل شيء يعني. بالنسبة لسوق الجمعة يعني حلو كثير، هو يعني زباين معروفة، ناس محترمة ومشين أمورنا، عرفت علي؟ وشغلات رخيصة، بدهم الناس شغلات إيش؟ بدهم الناس شغلات رخيصة وكويسة الناس تستفيد فيها. سوق الجمعة يعني في شغلات مش موجودة بالمحلات، شغلات من أوروبا أمريكا، لما بتكون بالمحل 150 دولار أو 200 دولار، هون 5 دولارات 7 دولارات، إشي زي هيك يعني. أنا باجي على سوق الجمعة هون، جوز بضيع 20 ليرة بنزين ورف، وبقعد لساعتين، يمكن ألاقي بنطلون يمكن ما ألاقيش، بس بطلع هيك يعني حلو، بطلع في الناس، الناس كلها هيك، كلهم طملة، ما حدا بطلع في الثاني، شايف علي؟ كلهم سواسي مع بعض هيك، حب تلاقيهم حلو هيك. جلال سيدنا الحمد لله، الله يطول عمره يا زلمه، خلي الناس تعيش، خلي الناس تشتغل، الكل بيشتغل ومبسوط ومرتاح، وبندعي له بالليل والنهار لولا كل النشامه اللي حواليه. صراحه الله خلينا جلال سيدنا يعني صرح للاسواق، حتى في رمضان عمل لنا اسواق شعبيه واسهل للمواطن وارخص وبساعد المواطن. صدقني انه هذا السوق بجوز يساعد ناس كثير، من بياعين، من بيشتروا، في ناس ما عندها امكانيه تروح تشتري جديد. صراحه زمان سوق الجمعة من كيف أقول لك، من غربية والشرقية، من جميع المحافظات وصلت معنا فيها. بيجوا عندنا أجانب مغتربين، بيجوا عندنا سياح، بيجوا عندنا أي كافة الشرائح بتيجي هون، من جميع أنحاء المملكة بيجي زباين لسوق الجمعة. سوق العبدلي بالذات كله نساء محترمين، نسوان محترمة، ناس يعني بتعرف الشغل القطعة وبتعرف، مع انه البالة مش اسمها بالة، في شيء جديد. طبعا سوق من 11 ل 3 الصبح، هذول الناس الجوازية اللي فوقهم كلهم بكونوا جايين هون، بياخذوا ماركات وشيء شيء مرتب يعني. يعني البنطلون او القميص اللي حقه 40 دينار بشارع الوكالات، هون ببيعوه بخمس دنانير. رغم انه في السوق فيه بثلاث دنانير بجوز تلاقيه، الثلاثة ب 10 دنانير، بس هون بياخذوه لو بكلف 15 دينار. يعني انا باخذ البنطلون بخمسة، ممكن اقيف احط عليه كمان ليرتين وليرة دراكلين، علي بثمانية. مثله ما بتلاقي ماركته، بتلاقيه ب 30 دينار حقه برضه. بس وسلامتك. بضاعة سوق الجمعة تقريبا انك تحكي اوروبية. هذا يجي بضاعة خليجية بضاعة خليجية برضه يعني كمان ماشي 100 100. السوق كله ماركات وانا ببيع ماركات يعني ما بنخبيش شيء، كله بنيجي بنكويه وبنبيع مباشرة. انا ببيع عطور تقليد نخب اول تقريبا. سوق الجمعة الموظفين راح يتدمر، اللي بياخذ 280 دينار شو بده يسوي؟ هان القطعة بلرتين بثلاث دنانير انطارة، بتروح على المحلات الصوفية ب 30 25، يعني هذا السوق يعني اجى كويس للناس. لو التغى سوق الجمعة شايف كيف؟ يعني الناس حترجع للمحلات، أنت بتعرف طبعا بالمحلات السعر يكون مدوبل. في ناس يعني بس رزقتها من سوق الجمعة، فهمت علي؟ فكثير راح يأثر يعني على الناس اللي تبيع هون. اختفى السوق بتلاقي بديل، يعني بتتذكر من باب ربنا سبحانه وتعالى بتفتح من 100 باب. لو اختفى سوق الجمعة أعتقد راح يدوروا على مناطق ثانية يعني إنه يضيع وقت فيها. يعني احنا بنتمنى إنه يكون في مناطق متنزهات. تعرف لو سوق الجمعة هذا بيعملوه في جرش، الناس راح تروح على جرش. لو هذا السوق اختفى شو بيصير فينا احنا مثلا؟ وهذا السوق احنا معتمدين عليه كثير، عائلات كثير بتتدمر. انت عد كم من واحد مبسط هون فوق ال 3000 واحد. لو ال 3000 هذول شو بدهم يشتغلوا؟ وعلما ما فيش الشغل يعني، السوق ما فيه قوه شرائيه. انسى. عندنا تنزيلات ابو دينار بس بليره، عندنا
عندنا اتنشن، عندنا سبيشال اوفر، عندنا جاست فور يو موست ويلكم فور ايفريبادي، عندنا تنزيلات ابو دينار بس بليره يا حبايب، اللي ما معاه ليره نصين يا حبايب. طب تعملوا لي دعايه للعروس مسير المثل هنا؟ والله بده يتجوز، والله بده يتجوز. قول والله هي اللي قاعدين بندور على بنت الحلال، بدنا واحد حدا اذا عنده يدلنا. هذا فريق عمل على رمرم يعني انا بحييه من الاخر، وانه برنامج ممتع كثير والله، متابع كل يوم احد 6:30 وبنصح العالم تتابعه.